فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. فإذا أشكل عليك شيء فلا تقدم على تسرع بالبت بالحكم، فإن كنت تحسن الرجوع إلى الآيات الأخرى والنصوص الأخرى فإنك يجب عليك الرجوع إليها ليزول ما عندك من الإشكال، وإن كنت لا تحسن الرجوع فتوقف واسأل الراسخين في العلم. وأما أن كل واحد يأخذ بآية يقول هذه تدل على تحريم كذا، نعم، ويقول الآخر الآية الأخرى تدل على حل هذا الشيء، ما يمكن شيء يكون حلال من آية في آية وحرام في آية أخرى أبدا. لا بد هناك ما يزيل هذا الإشكال، وذلك بالجمع بين النصوص. ربما تكون هذه الآية التي أخذت بها منسوخة والآية الأخرى ناسخة لها، ولا يجوز البقاء على المنسوخ بل يجب الأخذ بالناسخ. ربما تكون هذه الآية مطلقة وهناك آية مقيدة لها، ولا يجوز الأخذ بالمطلق دون نظر إلى المقيد بل يجب حمل المطلق على المقيد. تكون هذه الآية مثلا عامة وهناك آية خاصة فيحمل العام على الخاص. وهذه طريقة لا يحسنها إلا أهل العلم، إلا أهل الرسوخ في العلم. ولذلك دون الفقهاء العلماء والمفسرون رحمهم الله دونوا أصول التفسير، يعني التفسير ما هو باعتباطي وعفوي، تفسير له قواعد وله ضوابط لا بد أن يتقنها المفسر قبل أن يدخل في التفسير. ولذلك قعدوا قواعد سموها أصول التفسير يقرأها طالب العلم وطالب التفسير حتى يتمشى عليها فيتزول عنه هذه الإشكالات. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله رسالة اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، وهي مطبوعة ومتداولة، فيها إعانة لطالب العلم، تعطيه طريقة صحيحة يمشي عليها وتزيل عنه الإشكالات التي ترد على الجهال والمتعالمين في كتاب الله عز وجل. نعم. إذن المراد بالاختلاف المنهي عنه أن يأخذ كل من المختلفين آية يزعم أنها ضد الأخرى. أي نعم، أن يأخذ طرف ويترك الطرف الآخر، لأنه ما أخذ بالقرآن، إذا أخذ طرف وترك الطرف بالقرآن